باتو كيفز طبعا في كوالالمبور 8/7/2018. طبعا هذه طقوس الهندوس. شلون؟ لا طقوس لهم تعبدون يشبون نار الظاهر في شو اسمه في اتوقع جوز الهند اذا ماني غلطان او في شمع. شلون؟ شوف الكهف طبعا شلون فتحته من فوق. يا سبحان الله. لا منو حذاك منو هناك وهناك ذاك فتح الرئيسية الكهف. انكب انكب يا حبيبي. هذا الكهف هو في ماي. شلون ضخم من داخل شلون كبير. لا يعني يمكن طوله هذا فوق 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 200 متر علو. عارفه وراح نصعد الصعدة الثانية. طبعا الصعدة الأولى 272 خطوة والحين هذه بعد راح نعدها إن شاء الله. طبعا طبعا هذه المعابد والآلهة من صنع البشر حتى إذا جاء أحدنا أكل إلهه. هذا هو تكسبون معنا طبعا ما شاء الله. طبعا الكهف من الصوب هذا مفتوح للسماء. طبعا نحاتين وناس عندهم مهارات عظيمة قاعد يبنون المعبد هذا. شباب يصعدون فوق. خلهم يصعدون راح اصعد عشان اصوركم فوق. اصعد عشان اصوركم. يلا طبعا هذا فوق. انتبه من القرود. هذا القرود. كهوف الباتو. هذا ابو معاذ من كوالالمبور. كهوف الباتو. السلام.